شحت مهدينا نواره وفرحان اليوم انصاره. تهنئة بذكرى ولادة الإمام محمد المهدي عليه السلام. فرحت الأكوان لمولد منقذ البشر، النصف من شعبان فيه ولد الفجر، انبثق الأمل أينع الزهر، فرحت الأرض سجد البر، وركع البحر شاكرا لله ألف شكر. لمولد منقذ البشر إمام مقتف آباؤه في الأثر، في العلم والطاعة لله في الأمر، إنه القائم المهدي المنتظر. فاليوم بمولده نحتفل نرقب الفرج على يديه وننتظر، ونهنئ جده المصطفى وآل بيت النبي والأمة الإسلامية والسيد الأستاذ الصرخي الحسني. الخامس عشر من شعبان ذكرى ولادة الإمام محمد المهدي عليه السلام.